حضرتك شايف ازاي أهمية هذه الزيارة للولايات المتحدة، وطبعا دور السيد الرئيس في حل القضية الفلسطينية؟ طبعا الزيارة مهمة، وكلمة الرئيس مهمة، ولقاءاته في الأمم المتحدة مهمة جدا. يعني احنا تقريبا في ختام الزيارة كل اللقاءات اللي عقدها الرئيس انما ليها شقين بالنسبه لي، بتعكس طبعا دور مصر المحوري في المنطقه العربيه، وبتعكس ثقه المجتمع الدولي في وجهه النظر المصريه. كان في طلبات للرئاسه بلقاء الرئيس، وكان في طلبات طبعا من الرئيس بلقاء وزرائه. شفنا القمه مع ترامب، شفنا اللقاءات اللي عقدها مع مجلس الاعمال، شفنا لقاءات حتى للوزراء او الوفد الرسمي المصاحب للسيد الرئيس. لا اتصور انه يعني مثل هذه المحافل الدوليه، ولتكن حتى يعني ان كان يعني احدهم يقول ان اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده لا تصفر عن قرارات، لكن هي لا تصفر فعلا عن قرارات، ولكن بتكون فرصه كبيره وطيبه للقاء الرؤساء والزعماء وحل مختلف القضايا خلال فتره اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده، ناهيك عن تاكيد عن موقف مصر عن القضايا. يعني قضيه مثل التي تتحدثون عنها او يعني لقاء نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود مصر لحل القضيه الفلسطينيه، هذه مثلا القضيه التي تحدث عنها الرئيس إذا ما تذكرنا أكثر من مرة، وتحدث عنها في الدورة 72 الدورة الماضية العام الماضي. نعم. وبالتالي لا، احنا بتصنعي سياسة خارجية، بتحاولي أن تنسقي مع المجموعة العربية، الأصدقاء في المملكة العربية السعودية في الإمارات، موقف عربي متحد ضد قضايا الإرهاب. يعني أتصور أنه طبعا إجابة على سؤال حضرتك بيكون محفل مهم جدا. طيب أستاذ باسل، ربما لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره دونالد ترامب كان بيكتسب أهمية كبيرة خاصة في مجال العلاقات الثنائية، وكمان بطبيعة الحال فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. من حسن الحظ أو أكيد ده مترتب بشكل ما أو بآخر أن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقب لقاء الرئيس الأمريكي. إزاي ممكن نكون بنينا على اللقاء الأول مع الرئيس الأمريكي في فهم وجهة النظر بوصف الولايات المتحدة الأمريكية رسميا هي الراعي لعملية السلام؟ ومع الأسف أنه طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الرسمي لعملية السلام، لكن الرئيس نادى القادة الأمريكية أكثر من مرة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في المنطقة العربية. وطبعا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تضرب بكل القرارات وبكل المرجعيات الدولية عرض الحائط، ونقلت سفارتها إلى القدس الشريف وأعلنتها أنها عاصمة أبدية إلى الدولة الإسرائيلية. الرئيس يمكن لو تتذكر حضرتك لما خرج على النص مرة ووجه نداءه للشعب الإسرائيلي، هنا أنا في تصوري الشخصي أنه كان بيخاطب الرأي العام بشكل مباشر جدا، لأن الرأي العام هو الذي يستطيع تغيير سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال أن لدينا في مصر تجربة رائعة للسلام معكم منذ 40 عاما، يعني كان يتحدث على كامب ديفيد ومعاهدة السلام 1978 و1979، وقال أنه يمكن أن نكرر هذه التجربة ويعيش بسلام جنبا إلى جنب المواطن الإسرائيلي والمواطن الفلسطيني. لكن مع الأسف الشديد الرئيس أيضا تحدث على أن هناك أزمة في النظام العالمي وعجز عن الوفاء بالمقاصد والغايات يا أستاذ هشام. وبالتالي حينما نتحدث فعليا على سياسة خارجية، ليس الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده هو المسؤول عن، ولا حتى الدول العربية هي المسؤولة عن حل القضية الفلسطينية. هي في حقيقة الأمر ووفقا لأي يعني ممكن حضرتك توصفها بأنها هي أكبر مأساة إنسانية على مر العصور. فهذه القضية ربما يكون هناك حل حدث مفاوضات غير مباشرة، عدم الانضمام، خد بالك برضو الجانب الفلسطيني أصبح ليس لديه ثقة في الجانب الأمريكي، وبالتالي هو لم يدخل في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. راعينا مصالحة ما بين حركتين. طب هنا يا أستاذ باسل، إزاي ممكن تبدأ عملية السلام من جديد وفقا للمتغيرات أو وفقا للمعطيات اللي حضرتك كلمت عنها دلوقتي؟ لا هو أنا عايز أقول برضو لحضرتك على حاجة. هو الناس برضو بتقول إن العملية واقفة، أنت عندك مبادرة حصلت برعاية من المملكة العربية السعودية العام 2002 في قمة بيروت، هذه نتج عنها المبادرة العربية ولديها من المرجعيات تم إيداعها في
الأمم المتحدة، لكن مع الأسف الشديد إسرائيل بتحاول أن تسوق في أكثر من الوقت وتزيد من الأزمة تعقيدا، حتى نصل مثلا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تدفعش بالأونروا، وبالتالي موضوع اللاجئين يتوقف وهو أحد بنود الحل النهائي، سيتم نقل السفارة وبالتالي الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية، وبالتالي مع تسويف الوقت من 48 حتى هذه اللحظة لا نوجد أو لا نرى فعليا خطوات إيجابية لحل القضية الفلسطينية. الإسرائيليين والأمريكان يريدون هذه القضية يعني مش عايز أقول يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه، لأنهم في النهاية هم المستفيد الأكبر، يريدوا أن الوضع يزداد سوء أكتر علشان خاطر فكرة أرض بلا شعب وشعب بلا أرض، يتم الضغط على الجانب الأردني، يتم الضغط على الجانب الفلسطيني لإستعاد اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي تكون إسرائيل هي الدولة الكبرى اليهودية الخاصة. يعني هذا المخطط وبرنامج جيوش معروف، والخريطة انتشرت فيه كل الأبحاث الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي يجب أن نعلم إن لم يكن هناك أو إن لم ينتهز العرب هذه الفرصة في الأمم المتحدة أو الضغط على إدارة ترامب بشكل إيجابي والتحرك سريعا لحل القضية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، لا أريد أن أسمع أبدا عن حركتي فتح حماس، أريد أن أسمع عن السلطة الوطنية الفلسطينية متمثلة في أي أطياف مهاردة، أطياف معتدلة، أطياف مسلحة، ولكن هي التي تستطيع أن تذهب إلى طاولة مفاوضات مباشرة. شوف هقول لحضرتك على حاجة، أنا ما تعرفش طبعا اللقاء اللي ما بين رئيس الاتحاد السيسي وما بين نتنياهو النهارده اتكلموا عليه، ولكن أتصور إن الرئيس لازم يكون تحدث عنه عن إخلاء منطقة من أسلحة الدمار الشامل. في مؤتمر يا أستاذ هشام، دي اللي هي المبادئ المصرية والعربية أصلا فيما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام يا أستاذ باسل، وإلى أن يجد جديد بإذن الله هيكون أكيد لينا لقاءات ويكون حتى لينا متابعات مع حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا.